أهلا وسهلا بكم طلابي الأعزاء، طلاب الصف العاشر في الأسبوع الرابع من دروس التربية الإسلامية. في هذا الأسبوع عزيزي الطالب سوف تتعرف على مفهوم العنف وأيضا توضح أهمية علم أصول الفقه. عزيزي الطالب، كرم الإسلام المرأة ومنحها حقوقها كافة وحرم إيذائها بأي شكل من الأشكال ووضع تشريعات للحد من العنف الذي يمارس ضدها، وأراد للمرأة أن تكون عنصراً فاعلاً في المجتمع. العنف يقابله الرفق، والرفق هو اللطف في المعاملة ولين الجانب في القول والفعل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. اعتنى الإسلام بالمرأة وكرمها وجعل لها من الحقوق ما يضمن كرامتها ويحقق إنسانيتها وسعادتها في الحياة، ودعاها إلى القيام بواجباتها تجاه المجتمع لتكون عنصراً فاعلاً فيه، ومنع التعرض لها بأي شكل من أشكال الإساءة الجسدية أو النفسية أو غيرها. العنف ضد المرأة هو جميع أشكال الإيذاء والاستغلال التي تمارس ضد المرأة ويلحق بها ضرراً جسدياً أو معنوياً أو غير ذلك. من أشكال العنف ضد المرأة العنف الاقتصادي، الجسدي، اللفظي، النفسي. الاقتصادي مثل حرمانها الميراث أو منعها من التصرف في مالها. الجسدي، الإيذاء بالضرب أو القتل. اللفظي مثل السب والشتم. العنف النفسي وهو مثل النظرة الدونية للمرأة وانتقادها والسخرية منها. أمر الإسلام بحسن التعامل مع المرأة أماً وأختاً وزوجة وبنتاً، وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الناس وخيرهم معاملة لأزواجه. وحرم الإسلام العنف ضدها، ومن ذلك قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضرب النساء. معاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرأة، كان رسول الله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحسن إلى النساء ويوصي بهن خيرا، ومن صور ذلك مساعدة زوجاته في أعمال المنزل، مواساته لهن وتقدير مشاعرهن، محبته لهن وفرحه بهن. كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يهتم بتعليمهن، فيعقد لهن مجلسا يعلمهن فيه شؤون دينهن. فقد جاءت امرأة إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. تشريعات الإسلام المتعلق بحماية المرأة من حفظ حقوق المرأة، من ذلك أنه جعلها مساوية للرجل في التكليف والجزاء، فرض لها النفقة زوجة وأما بنتا أختا، أقر لها حق العمل ضمن الضوابط الشرعية، أعطاها حق التملك، ضمن لها حق في الميراث، منح حرية إبداء رأي. بعد ذلك ننتقل إلى علم أصول الفقه، وهو أساس سابق لعلم الفقه، وبه نعرف كيف استنبط الأحكام الشرعية للمسائل المختلفة. لكل عمل أساس يقوم به، فإذا أردت مثلاً أن أبني بيتاً، فأنني أذهب إلى مهندس ليرسم لي مخطط البيت. إذن مفهوم عن أصول الفقه هو العلم بالقواعد والأدلة الإجمالية التي يتوصل بها المجتهد إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. مر علم أصول الفقه بمرحلتين، هما مرحلة ما قبل التدوين ومرحلة التدوين. ففي عهد الصحابة والتابعين كان طرائق الاستنباط حاضرة في أذهانهم ولم تكن مدونة، وكانوا يصدرون الأحكام المتعددة بناء على هذه الأصول. أما مرحلة التدوين هي في أواخر القرن الثاني الهجري، استقل التأليف في علم أصول الفقه في كتاب خاصة، وكان أول من كتب في هذا العلم بصورة مستقلة الإمام محمد بن إدريس الشافعي. موضوع علم أصول الفقه: يبحث علم أصول الفقه في القواعد والأدلة الإجمالية التي توصل إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية وكيفية أخذ الأحكام الشرعية منها. فعلم أصول الفقه أساس لعلم الفقه، فعالم الأصول يضع للفقيه القواعد التي يسير عليها في عمله عند استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة، ثم يأتي الفقيه ليسير على تلك القواعد فيستدل بها على حكم المسائل الفقهية. أهمية علم أصول الفقه: معرفة طرائق استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها، القدرة على استنباط الأحكام الشرعية للمسألة المستجدة في حياة الناس، مثل استنباط حكم شرعي لمسألة نقل الأعضاء
أو التبرع بها، الموازنة بين أقوال الفقهاء لبيان الراجح منها استناداً إلى الموازنة بين الأدلة. شاكرة لكم أعزائي الطلاب حسن استماعكم وتعاونكم.